يطبخون ولا يدخلون المطبخ. نقول لهم قصوا البصل، لا ريحة كشختي بتخرب من ريحة البصل. قولها ادخلي المطبخ، شعري راح يصير كله ريحة المطبخ. ليش؟ طب عادي ادخلي، انا الحين ادخل المطبخ وعادي ما في شيء، مو زيكم لو ان ريحتي بتخرب ريحتي من ريحة البصل. قولها قص البصل، لا عيوني بتروح العدسات الجميلة مرة. ما ابيكم زي مريم ام الدلال، خير اللي يانا ياكم وشر تعدانا تعداكم. صلوا على النبي. اليوم بقول لكم قصة مريم ام الدل والدلال. مريم هذه عندها خدم اكلها يوصل لين عندها، وهي 10 سنوات من حبسة بغرفة. هذه الغرفة زجاج. طبعا الأب قبل أبوها قبل ما يموت موصي إنها ما تاكل لحم بدون عظم وما تطلع من غرفة الزجاج هذه. ولما مات الأبو الأخ قال بطبق وصية أبوي. طبعا البنت ما شافت العظم وتبي تفكر شلون العظم كيف. قالت لخدمتها مرجانة، قالت لها ليه يا خالتي عمتي مريم ما أكلت الأكل؟ قالت أنا ما راح أكل إلا لما أشوف العظم. طبعا أخوها كان دائما يشوف الأكل الأكلها لحم بدون عظم يروح يوديها. في يوم من الأيام جاء الأخو، جاءت الخادمة مرجانة ورت الأكل لأخو مريم وقالت لها ها شوف الأكل ما فيه هذا، وقال خلاص روحي وديها لمريم. مريم قالت للخادمة أنا قلت لك ما راح أكل إلا لما أشوف العظم. قالت لها اسكتي اسكتي جبت لك العظم. قالت لها طيب. قالت لها يلا وينها؟ قالت هذه هي. يوم شافتها قالت مريم الله هذه العظمة. قالت لها مرجانة يلا عطيني إياها. قالت تكفى مرجانة خليها بس يوم واحد عندي أبا نام معاها وبشوفها. قالت لها طيب بس إنك تاكلين أكلك كلها. قالت لها طيب. بعدين لما طلعت خادمة مرجانة كانت مريم تلعب بالعظمة، كانت تقول عظمة عظمة، وهي تلف فلتت منها العظمة وانكسر الزجاج. وكان مرجان دائما يضحك لما انكسر الزجاج. مرجان قام يضحك، قام يقول هو 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 هو. كل مرة تزيد الضحكة. مرجانة استغربت من وين يجي هذا الصوت. لما سمع الأخو صوت الزجاج وهو ينكسر صوت مرجان قام ركض ركض عند أخته خاف عليها. قام دخل ملابسه ودخل المقص ودخل الأكل. قام قال لها أطلع برا القصر. قالت وين أطلع برا القصر؟ قال لها مدري مرجان يبي يجي وياكلك. قالت من هذا المرجان؟ قال لها الحين مو وقته أطلع برا. ويا حياتي مريم ما تعرف أحد برا. وراحت خذت أكلها وملابسها ونحاشت برا 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 كمان تركض. وهي تمشي 3 أيام تعبت، وهي تمشي وهي تمشي شافت كوخ صغيرون دخلت فيه قامت تاكل أكلها تاكل تعبانة. ولا تفاجأت تجيها مرجان. قالها مرجان استعد يا مريم إنك راح تدخلين فمي. قالت له مريم طيب يا مرجان افتح فمك. قال مرجان طبعا استانس. فسوت مريم خذت المقص ورمته فم مرجان، مرجان انحنق ومات. طبعا هي استانست وزاد انها زعلت لانها ما تلقى مكان تعيش فيه. قالت ابي امشي لما اوصل مدينة واسألهم عن المدينة اللي انا عايشة فيها. مشت 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 شافت قصر كبير زي قصرهم. طبعا لما طقت الباب كانت ريحتها خايسة. 3 أيام ما سبحت وريحتها خايسة وبالبر تركض. كان الذبان يروح فوقها. طقت الباب فتحوا لها 3 بنات للقصر. قالوا اوف ريحة من وانتي؟ قالت لها وش تبغين؟ قالت انا ابي اتوظف عندكم. قالت تعرفين تكنسين؟ قالت لا. طبعا هي مريم ومدل والدلال ما تعرف تسوي شيء.
قالت تعرفين تطبخين؟ قالت لا. تعرفين تراعين الأطفال؟ قالت لا. قالت تعرفين تراعين جمال وخرفان؟ قالت لها. قالت هي إيه هذه مهنة سهلة، خلا وافق. قالت إيه. قالوا يلا هذيك الجمال وروحي راعيهم. طبعا هي كانت مريم سويت لها مرجوحة، كانت دائما كانت قاعدة عليها وقامت كانت تغني تقول كن أول أنا مريم أم التل والدلال، صفق يا خاخ وغني يا رمان، والحين صرت أنا راعية الأجمال. وكانت كل ما تغنيها يموت واحد من الأجمال. جاء اليوم الأول قامت قالت عمتي عمتي مات واحد من الأجمال. قالت طيب. جاء اليوم الثاني نفس الحكاية، اليوم الثالث نفس القصة. طبعا صاحبة القصر قالت لها أنت شو تسوين بالأجمال؟ تذبحينهم ولا تبيعينهم؟ قالت والله ما أدري. طبعا الأخو سمع صوت الإزعاج نزل، قال لها يلا روح يا مريم. قال لها روح قبلها، قال لها وش اسمك؟ قالت اسمي دويد أم الذبان. قال لها دويد أم الذبان؟ نزل الأخو قال لدويد أم الذبان روحي خلاص. قال الأخو للأم، قال لأمها خلاص ما عليك أنا براقبها وبشوف هي وش تسوي. طبعا هو الأخو تخبى وراء الشجرة وكان يراقبها. سمعها تقول أول أنا مريم أم التل والدلال، صفق يا خوخ وغني يا رمان، والحين صرت أنا راعية الأجمال. يوم سمعها الأخو انجن انهبل، هذه مريم؟ راح قال لأمه أنا بخطب دويد أم الذبان. لأمه انجنت بخطب هذه الخايسة اللي ريحتها تسرع، يوم واحد عنا ما تحملناها تخليها 10 أيام عنا. قال لها ما لي دخل يا أني أخطب دويد أم الذبان أو أني أطلع برا القصر. طبعا الأم ما في حل غير أنها تخلي ولدها يتزوج دويد أم الذبان. وجاء لدويد أم الذبان قالها تزوجيني يا مريم أم الدل والدلال. قالت كيف عرفت صوتي؟ كيف عرفت اسمي؟ وكيف؟ وطبعا هي قالت بعدين إيه أنا موافقة. وراح قالت لهم بس بشرط إنك ما تحطها عندي، تحطها فوق بالغرفة. قال لها طيب. وراح ودها فوق، ومريم أم الدل والدلال طبعا تسبحت وصارت نظيفة وجميلة ملكة الجمال. وراحت قالت لهم، قالت البنت الأولى قالت لها روحي شوفي أخيك أكيد مصرع من ريحة ذيك البنت. راحت الأخت تبي تنادي أخوها ولا تلقى هذيك البنت اللي تلك لك جميلة. راحت زلت توب 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 يما هذه مو دويد الذبان، هذه تجنن قمر ناسي. لما تحاسب بنتها صارت مجنونة. قالت للثانية يلا روحي شوفي أخوك بس مو تصيرين زي أختك. قالت لها طيب. راحت شافت قمر قمر نازل، قامت تنزل دب 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 دب. قالت يما هذه مو دويد أم الذبان، هذه قمر 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 نازل، قمر قمر ما أصدق عيوني. قالت لهم أكيد بنات الجنة. قالت روحي يا الثالثة بس لا تصيرين زيهم. قالت طيب. راحت شافت قمر قمر نازل، راحت نزلت تب 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 يما يما هذه قمر قمر نازل. قالت لهم أكيد بنات الخرف. راحت لهم بنفسها قالت ما شاء الله قمر نازل. قال الأخو يما هذه مريم أم الدل والدلال اللي عايشة بهذاك القصر اللي كنت تتمنين تزوجيني إياها، هذه هي جت لين عندك. وتوتة توتة وخلصت الحتوتة. لا تنسون إذا عجبتكم القصة تحطون تعليقكم تحت وقولوا لي وش تبغون أقول لكم القصة الجاية. باي.